20 نقطة، والرجاء لا زال متزايل جدول المسابقة في المركز الثامن عشر برصيد 12 نقطة وموقفه أكثر من صعب. نروح للقاء الآخر وهو اتحاد السكندري وفوز أكثر من مهم على النصر وفوزه بثلاث أهداف مقابل لا شيء. ولكن الأول هنروح لكابتن مصر والنادي الأهلي ويعني بيكن باور الكرة المصرية كابتن مصطفى يونس. مساء الخير كابتن مصر. ازيك حبيبي؟ منورين انتوا الثلاثة كده، يا كابتن مصطفى دراع اليمين وواحد من النجوم الكبار اللي كسبونا مرة دوري وجاب 8 بونت في موسم في 4 ماتشات فوز سكوتي. طبعا يعني ربنا يكرمك يا كابتن مصطفى حبيبي. وحشني حبيبي، ربنا يخليك. ربنا يكرمك يا كابتن مصطفى. يا مهر ربنا يخليك حبيبي، ربنا يخليك. انت اللي نجم يا كابتن، انت اللي نجم والله. حبيبي حبيبي ربنا يخليك. كابتن مصطفى، لقاء مهم بالنسبه للنادي الاهلي امام مصر المقاصه غدا، فرصه لرد الاعتبار بعد الهزيمه في الدور الاول بثلاث اهداف مقابل هدفين. انا برضو يا فاروق انت عارف انا مش عايز اقول رد اعتبار، احنا قدامنا هدف. نعم. احنا الهدف بتاعنا مش مكسب ماتش ولا تعادل ماتش. نعم. احنا هدفنا بطوله. نعم. فطالما بتلعب في دوري بالقوه ديت وبالشراسه ديت، دلوقتي انت مش عارف مين بيكسب ومين بيخسر، بنلاقي طنطا بيكسب سموحه. نعم. ودي يعني ما كانتش في الحسبان خالص، لكن دي هي دي حلاوه الدوري يمكن الميزه الوحيده. لكن احنا قدامنا هدف، وانا بعتبر ماتش سموحه خطوه لبطوله الدوري العام. نعم. خطوه مهمه جدا. ماتش المقاصه حضرتك تقصد؟ ماتش المقاصه يعني. نعم. خطوه لبطوله الدوري العام، وبرده في نفس الوقت برده مش عايز احساسنا احنا كاهلاويه ان احنا هم اللي كسبونا الفرقه الوحيده وبتاع وكده، لكن احنا قدامنا هدف اسمى من 3 بوينت. هدفنا بطوله الدوري تخلص، يبقى يعني انجاز كبير جدا للجهاز الفني والاداري وللنادي الاهلي عموما يعني. ويمكن الحاجه اللي اسعدتني جدا وانا اتكلمت عليها امبارح، ان هو انت عندك دلوقتي كل اللعيبه جاهزه، وهنا تعظيم سلام للجهاز الفني وال بتوع اللياقه دي يعني لازم الانديه تتعلم يعني ايه تجهز لعيب. وبعدين انت بتمشي كذا لعيب كلهم، كل واحد تعمل وراه فرقه، وانت لن ولم تتاثر. كل ده ايجابيات في النادي الاهلي وايجابيات في فريق الكوره بتاعنا. طيب عايز اسالك كابتن مصطفى، نتيجه لقاء الاسماعيلي امام المقاولون وهزمته بهدفين مقابل لا شيء، هل دي تدينا دفع في لقاء المقاصه؟ اكيد طبعا، اكيد طبعا. لما الفرق اللي بتنافسك بتخسر انت خلاص يا معنوياتك بترتفع وهم معنوياتهم بتنخفض. يعني لو ربنا كرمنا في الماتشين الاخرين يبقى فرق كبير 7 بونت. وبعدين يعني مع احترامي الشديد جدا، وانتوا عارفين كل مقطع اعرف انا قد ايه عاشق النادي الاسماعيلي، لكن ما عندوش الادوات اللي يلعب على بطوله. نعم. يعني كان معايا كابتن سيد عبد الرازق امبارح. ليه يا كابتن؟ اتكلمنا في القصه ديت. يعني ايه الادوات اللي تنقص الاسماعيلي؟ الادوات اللي يبقى عندك اللي بره زي اللي جوه. نعم. يبقى عندك اللي بره زي اللي جوه، يبقى عندك تشيل الارض وتجيب شاهين، هو نفس القصه. وايه ما يميز النادي الاهلي؟ ايه؟ اللي بره زي اللي جوه، بتشيل ده بتحط ده، بتلاقي لعيبتك، بتلاقي سيستم اللعب واسلوب اللعب موجود. الاهم من ده وده بقى يا ابو حميد. نعم. ان هو الهدف، وهي دي ميزه كل اللي بيخش النادي، ان ما يعرفش تعادل، ما يعرفش اسمها ان انا بلعب على بطوله، وهو ده الاساس في الموضوع. نعم. وبعدين عاجبني اكتر بقى ان احنا كنا مفتقدينه في بدايه الدوري، الهدوء بتاع اللعيبه في الملعب. نعم. مفيش استعجال زي ما كان بيحصل. يبقى انا لازم تفكر صح، لازم تلعب صح، الميز باص يبقى قليل، التحركات تبقى بوعي، عارف انا رايح فين وجاي منين. فكل ده يعني مكتسبات كبيره جدا جدا من بدايه الدور الثاني او من نهايه الدور الاولاني يعني. طيب كابتن مصطفى، هل شايف يعني المنافسه في حاله بامر الله سبحانه وتعالى كابتن حسام البدري استطاع في تحقيق الفوز في اللقاءات المؤجله ومواصله مشوار الانتصارات، هل النادي الاهلي يبتعد بالصداره ويبقى بالنسبه له الدور الثاني اكثر راحه؟ لا، احنا مش فيش حاجه اسمها اكثر راحه، لانك الدور الثاني يا محمد انت كل واحد بيلعب على بونت مش على ماتش. وبعدين هتلاقي يعني ماتشات قليله جدا اللي بتخلص 3 وبتخلص 4، هتلاقي كلها بتخلص فرق واحد. نعم. لكن زي ما قلت لك مفيش استهانه، واحنا عندنا تجارب كتيره قبل كده لانديه اخرى بدون ذكر اسماء 13 و14 بونت وبتكسب الدوري. نعم. فكل ماتش انا قدامي هدف وبطوله، وان انا اكسب كل المباريات عشان يبقى في اريحيه. وانا بيعجبني حسام الحقيقه في الموضوع ده، يقول لك لما بيبقى فاضل ماتشين وانا فرقي 7 بونت وانا عندي 7 بونت يبقى انا كده خدت الدوري. نعم. خلينا ندي ثقه للاعبتنا،
خلينا نقول الدوري لم ينتهي بعد عشان ما يحصلش حته استرخاء، الزمالك بيتغلب، الاسماعيلي بيتغلب، لا انا قدامي هدف ماليش دعوه باللي ورايا، وده اللي احنا اتربينا عليه وانتوا الثلاثه ما شاء الله يعني ولاد النادي الاهلي، وده اللي اتربينا عليه، انا ما ببصش ورايا، انا ببص قدامي ان انا لازم كل الفرقه دي مكسبها، واحنا بنلعب على مكسب. فده فدي نقطه كويسه، هو ده ما يميز النادي الاهلي عن كل الانديه، بدليل لما المقصه كسب الاهلي يعني ما مطلوبوش قمه تاني، ولما كسب الزمالك نفس القصه. نعم. مش هو ده الهدف، الناس دي هدفها اهلي وزمالك يكسبوا، لكن احنا هدفنا بطوله، هدفنا اسعاد جماهير النادي الاهلي العريضه العظيمه في كل مكان في انحاء المحروسه يعني. فده الفارق ما بين النادي الاهلي هذه المؤسسه المحترمه واي حد تاني بيفكر في دوريات، في كاس، في افريقيا، في سوبر، ده الفرق. وانتوا عارفين انتوا الثلاثه يعني ما شاء الله عليكم يعني لعبتوا كتير يعني. طب كابتن مصطفى، هاخد حضرتك وفوز الاتحاد السكندري على النصر 3 أهداف مقابل لا شيء، هل الاتحاد بعد قدوم ماكيدا المدير الفني الاسباني مره اخرى، يمكن الولايه الثالثه بالنسبه له لفريق الاتحاد، هل ابتدى ياخد خطوات في صراع البقاء؟ خلينا نعترف يا ابو حميد ان اللعب هي الاساس، مع احترامي الشديد لماكيدا ومديدا وكل الكلام ده، عندك مجموعه كويسه تكسب، عندك مجموعه تعرف تنفذ تكسب. الاتحاد، وانا يعني هذا الرجل الفاضل الحاج محمد مصلحي من عاشق النادي الاتحاد ولم يبخل. نعم. بدليل مجموعه اللعيبه اللي جابها، هم لعيبه كويسه، لعيبه كويسه قوي مش كويسه بس، واعتقد الدور الثاني هيبقى الحصان الاسود بتاع الدور الثاني هو نادي الاتحاد. نعم. وانا كمصطفى يونس بصرف النظر عن اي حاجه، انا يهمني الانديه الشعبيه اللي بتنقرض كل يوم والتاني، الاتحاد والاسماعيلي والمصري، نادي موجودين في الدوري بيديله شكل افضل. بالظبط بالظبط، خاصه في عوده الجماهير، واحنا عارفين حياه الكره الجماهير، كفايه بقى، كفايه بقى لعب من غير جماهير. فنادي الاتحاد انا شايف ان هيبقى فيه افضليه الدور الثاني خاصه بعد التدعيم. وخلي بالك برضه يا ابو حميد، زي ما بقول وبكرر، اللعيبه هي الاساس وليس المدرب هو الاساس. عندك لعيبه كويسه، عندك لعيبه بتنفذ متطلبات الجهاز الفني، بتبقى بتلاقي، ما هو ده الفرق ما بين النادي الاهلي واي حد. نعم. انك عندك لعيبه بتنفذ، وعندك لعيبه بتبتكر في الملعب، وعندك الحلول، لعيبه عندها الحلول، ودي نقطه مهمه جدا جدا جدا. هو ايه اللي كسب المقاولين ماتش الاسماعيلي؟ الجول الثاني بتاع محمد سمير. نعم. اللي جايب قبل كده جولين بنفس الاسلوب، فدي ميزه، فدي ميزه. زي عندك عبد الله السعيد، اي وقت يعمل لك جول او يجيب لك جول، دي ميزه. فازارو دلوقتي يعني ما شاء الله، يعني الناس كلها بتتكلم على ازارو، ما احنا بنقول الكلام ده بقى لنا يا جماعه من ساعه ما جه، من اول الموسم، احنا من اول الموسم، وانا بقول احنا عندنا فرود من احسن الفراوده اللي دخلت مصر، من احسن الفراوده اللي جت. يحسب للكابتن حسام البدري كابتن مصطفى الصبر على ازارو. طبعا طبعا، الرؤيه، ما الفرق ما بين الرؤيه والرؤيه يا محمد. نعم. في مدرب عنده رؤيه، وفي مدرب اخ وصديق يعني، مع احترامي الشديد ليهم يعني. نعم. كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن مصطفى يونس، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه. هرجع